السلام عليكم. كيف حالك سيلينا؟ كيف حالك يا حلوتي؟ أهلا سعيد، أسعد الله صباحكم جميعا. أهلا يا سعيد. نظرة نكملها. شوف هاي كذا مشي. أنا يا أطفالي، هل أنتم مستعدون لدرس اللغة العربية؟ هيا بنا يا أبطال. إذن سوف نأخذ الآن حصة لغة عربية، حصة اللغة العربية. هيا نتعرف إلى تاريخ اليوم. من يقول لي ما هو تاريخ اليوم؟ محمد إسلام، هل تعدد لي أيام الأسبوع يا محمد إسلام؟ تفضل محمد إسلام، افتح الصوت من عندك يا محمد. نعم، تفضل يا محمد، عدد أيام الأسبوع يا محمد، يلا. السبت، الأحد، تفضل. السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. أحسنت يا محمد، إذن أولا السبت ثم يلي السبت الأحد، السبت ثم الأحد يا محمد، ثم الاثنين. شكرا يا محمد. إذن أولا يوم السبت، ثم الأحد، ثم الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، وبعد ذلك الخميس، وبعدها يأتي الجمعة. البارحة كان يوم الثلاثاء، ماذا يأتي بعد يوم الثلاثاء؟ هيا نتعرف إلى تاريخ اليوم. الأربعاء، الأربعاء. إذن يا أبطالي اليوم هو الأربعاء، 10/3/2021 ميلادي، 26 رجب 1442 هجري. إذن اليوم هو الأربعاء. الأهداف التعليمية لهذا اليوم، سوف نقوم بتذكر حرف الهاء وأشكاله، أيضا سوف نتذكر حرف الهاء مع الحركات، مع الفتحة والضمة والكسرة، ومع المدود الألف والواو والياء، حروف المد. الآن يا أبطالي، سوف نتذكر الكلمات البصرية. من يقول لي ما هي الكلمات البصرية التي تعرفنا عليها في هذا الأسبوع؟ هيا يا شطار، من يقول لي ما هي الكلمات البصرية؟ تفضل يا مين، افتح الصوت من عندك يا مين. إلى وعندي. إلى وعندي، هل تعطيني جملة تحتوي على إلى أو عندي؟ ذهب عمر إلى المذبح. أحسنت، أحسنت يا بطل، أحسنت، شكرا لك يا يامين. أيضا من يعطيني جملة تحتوي على إلى أو عندي؟ ليث، افتح الصوت يا ليث، تفضل ليث. إلى أو عندي، أعطيني جملة تحتوي على إلى أو عندي. عندي، تفضل. ماذا تحمل في يدك؟ تفضل ليث، افتح الصوت من عندك. عندي، عندي
قلم. أحسنت يا ليث، أحسنت يا بطل. عندي قلم. شكرا يا ليث. الآن سوف نقوم بقراءة المقاطع الصوتية. هيا من يساعدني في القراءة؟ تفضلي يا سيلينا مينا. تفضلي سيلينا مينا، افتحي الصوت من عندك. أها. تفضلي. هنا قا قا، وهنا سي سي، وهذه شو شو. شكرا يا سيلينا مينا، احسنت يا حلوتي. الان من يساعدني في القراءة ويكمل؟ هيا يا ياسين صابر. افتح الصوت يا ياسين، تفضل يا ياسين. تفضل يا ياسين. زي 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 و او او و ني. شكرا يا بطل، شكرا يا ياسين، أحسنت يا شطور. الآن نكمل المقاطع. هيا يا كارلوس، افتح الصوت يا كارلوس، تفضل. هيا كارلوس. طا طا ارفع صوتك قليلا. صا مع مد الياء، مع مد الياء. وهنا ها مع مد الياء. هنا ها مع مد الياء. حي. شكرا يا كارلوس، شكرا يا بطل. إذن طا صا وحي. الآن من يقول لي ما اسم هذا الحرف الذي تعرفنا عليه في هذا الأسبوع؟ حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف جود. هل تقولين لي ما اسم هذا الحرف؟ تفضلي جود. الهاء. حرف الهاء. هل تعطيني كلمة تحتوي على حرف الهاء يا جود؟ ها ها هدية. هرمون. هدية سن. هرمون. هلال. أحسنت يا جود. إذن هيا جود اقرأي معي حرف الهاء في أول الكلمة. تفضلي جود أكملي. هلال. هلال. وهنا ما هذا؟ هرمون. هرمون. وهنا هدية. هدية. شكرا يا حلوتي، أحسنت جود، شطورة. الآن حرف الهاء في وسط الكلمة، له يدان اثنتان. من يقرأ معي حرف الهاء في وسط الكلمة؟ هيا يا عبد الله، افتح الصوت من عندك عبد الله، تفضل. تفضل عبد الله. عبد الله لا أسمعك. تفضل. هيا يا عبد الله، تفضل. هنا ماذا نرى؟ ف
فاكهة. عبد الله أنا لا أسمعك يا عبد الله. فاكهة. سيلين. تفضل يا عبد الله. سيلين أحمد افتحي الصوت من عندك. سيلين تفضلي. سيلين هيا يا سيلين تفضلي. فاكهة. فاكهة و م موها. شوفي هنا موها را س ذر مهرجون. مهرجون يلا كويس. ن ن ن ها. أحسنتي أكملي. نا ما هذا؟ نه رون. نهر. نهر. شكرا لك يا حلوتي. شكرا يا سيلين أحمد. إذن فاكهة ومهرج ونهر حرف الهاء في وسط الكلمة. الآن يا أبطالي حرف الهاء آخر الكلمة متصلة. وجه تشبه هذه الهرة. تشبه هذه الهرة. تشبه وفواكه. فواكه. أعيد. وجه. انظروا حرف الهاء. تشبه هنا حرف الهاء. وفواكه. فواكه. الآن حرف الهاء آخر الكلمة منفصلة. ليس له ولا يد. مثل مياه. مياه حرف الهاء آخر الكلمة منفصل. ووجوه. وجوه. انظروا يوجد الكثير من الوجوه هنا. وجوه. وأفواه. أفواه. إذن مياه. وجوه. وأفواه. و حرف الهاء آخر الكلمة منفصل. وهنا أيضا حرف الهاء آخر الكلمة منفصل. وهنا أيضا مياه. الآن أشكال حرف الهاء. هيا يا سلامة تفضلي. سلامة افتحي الصوت من عندك. سلامة تفضلي. هدية. ها بأول الكلمة. هدية. ها في وسط الكلمة. مهرج. مهرج. ها آخر الكلمة متصل. فواكه. فواكه. ها آخر الكلمة منفصل. وجوه. وجوه. شكرا لك يا حلوتي. الآن سوف نقوم بقراءة كلمات تحتوي على حرف الهاء. الكلمة الأولى هدية. هدية.
حرف الهاء في أول الكلمة. أيضا مضار، هيا يا مضار افتح الصوت من عندك. مضار تفضل. زهمر حرف الهاء في وسط الكلمة. أحسنت. وهذه كلمة وجوه. حرف الهاء آخر الكلمة منفصل. منفصل. شكرا يا مضار. ما خليناك الآن. هيا يا كنان، أين أنت يا كنان؟ تفضل كنان، افتح الصوت من عندك كنان. تفضل. هيا كنان تفضل. تفضل يا كنان، افتح الصوت مرة ثانية. تفضل. هذه كلمة. اجلس جيدا يا كنان، اجلس جلسة جميلة. كنان مهرج، حرف الهاء هنا ما شكله؟ في وسط الكلمة. في وسط الكلمة. وكلمة هاتف، حرف الهاء هنا ما شكله؟ انظر. في أولي. هيا يا كنان، في أول الكلمة. وهنا فواكه. فواكه حرف الهاء هنا في كنان. هيا يا كنان، آخر الكلمة متصلة. إذن هدية أول الكلمة، سهم في وسط الكلمة، وجوه آخر الكلمة منفصلة، ومهرج في وسط الكلمة، هاتف في أول الكلمة، فواكه آخر الكلمة متصلة. الآن حرف الهاء مع الحركات. هيا يا لين مجدي، تفضلي لين مجدي، اقرأي لي حرف الهاء مع الحركات. تفضلي لين. تفضلي. أحسنتي يا لين، أحسنتي يا لين، أحسنتي. ما كسرة هي رايز الهم. ومع السكون لين، كيف أقرأ الحرف الهاء مع السكون؟ ه. ه. شكرا يا حلوة، أحسنتي يا لين. الآن حرف الهاء مع فتحة. ها 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 ها. هيا يا زين، تفضل يا زين، افتح الصوت من عندك زين. زين تفضل. اقرأ. ها يلا. ها هو. لا لا هون. لا هنا هنا. ها 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 ها. لا ما هذه؟ ها. ده ده احسن.
هدف. هدف، أحسنت يا زين. وهنا ها 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 أيوة ها حرامي ها را رجل حرام هرم هرم هدية هدية. أحسنت أحسنت يا زين، شكرا يا زين. ها ها أهلا يا زين. ها 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 هدف هدف ها ها هرم ها ها هرم ها ها هدية ها ها هدية. شكرا يا زين البطل، أحسنت يا شطور. إذا هذه هي بطاقات حرف الهاء مع الفتحة. الآن حرف الهاء مع ضمة. هو 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 هجوم هو هو هجوم هو هو هدهد هو هو هدهد هو هو هدى. هذه البنت اسمها هدى. هو هو هدى هو هو هدى. الآن حرف الهاء مع كسرة. هي 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 هي. هيا يا من يقرأ لي هنا؟ سعيد أيمن، تفضل يا سعيد أيمن، افتح الصوت من عندك. تفضل يا سعيد. هي 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 قطة. هرة. هي هي ما هذه؟ ما هذا هنا؟ هلال. هلال. وهؤلاء هم أصحاب الهمم. مرة ثانية يا سعيد. همم همم همم. شكرا لك يا سعيد. هي هي هرة. هي هي هلال. هي هي همم همم. الآن حرف الهاء مع السكون. ه ه مثل مهد مهد. ونهر نهر. ومهرة مهرة. هيا يا جنى هيثم، افتحي الصوت من عندك جنى، تفضلي. هيا يا جنى. تفضلي جنى. تفضلي جنى. هيا يا جنى، افتحي الصوت من عندك. تفضلي جنى، اسمعك. يلا. ها ها جنى. هدية. هدية. هو هو هذا الطائر الجميل، ما اسمه؟ هدهد. وهذا
هي هلال. هلال. وهنا مهد. مهد. شكرا لك يا جنى. الآن سوف نقوم بوضع الحركة الصحيحة فوق حرف الهاء. هيا يا أبطال، من يساعدني؟ هيا يا يامن، تفضل يامن، افتح الصوت من عندك يامن. تفضل يامن. نعم. تفضل يا يامن. سوف نقوم بوضع الحركة الصحيحة فوق حرف الهاء. الكلمة الأولى ها ها. هدية. ماذا أضع، فتحة أم ضمة أم كسرة أم سكون؟ ها ها. أضع فتحة. فتحة. وكلمة سهم. سه سه. ماذا أضع؟ سه. ماذا أضع؟ سكون. سكون. وهد هد. هو هو. هد هد. ضمة. مرة ثانية. ضمة. ضمة. أيضا الهاء الثانية ماذا يوجد فوقها؟ هد هو. ضمة. هد. ضمة. شكرا لك يا يامين، أحسنت يا بطل. الآن ياسين صابر، تفضل يا ياسين. هيا يا ياسين، افتح صوتك من عندك. تفضل ياسين. إيه. تفضل. مو ها. مو ها ريجون. مو ها. ماذا أضع؟ فتحة أم ضمة؟ فتحة. فتحة. هي لالون. هي لالون. ماذا أضع أسفل حرف الهاء؟ ماذا أضع؟ هي لالون. فتحة أم كسرة؟ ياسين. إيه. ماذا أضع، فتحة أم كسرة؟ كسرة. كسرة. وكلمة مهد. مه مه. سكون. ماذا أضع؟ ماذا أضع؟ سكون. 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 شكرا يا ياسين صابر، أحسنت يا بطل، أنت ويامن. إذن هدية وسهم وهدهد مهرج وهلال ومهد. مهد. الآن حروف المد. حروف المد ثلاثة. حروف المد ثلاثة. ألف وواو ويا. ألف وواو ويا. حروف المد ثلاثة. حروف المد ثلاثة. ألف وواو ويا. الآن من يقرأ لي حرف الهاء مع المد؟ هيا يا أبطال. زايد، افتح الصوت من عندك زايد، تفضل. تفضل زايد. ها هو هي
هي. أحسنت يا زايد. ها هو هي. شكرا يا زايد. ها مثل نهار، بهارات، وهاتف. هاتف، نهار. انتبه إلي يا كنان، انتبه. حرف الهاء مع المد الواو. هو هو. مثل كهوف، فهود، ومهود. مهود. أعيد، كهوف، فهود، ومهود. حرف الهاء مع المد الياء. هي هي هي. مثل شاهين، هذا طائر الشاهين. شاهين، ولهيب، ووهيب. وهيب. حرف الهاء مع المدود. هيا يا خليفة. خليفة، تفضل يا خليفة، افتح الصوت من عندك يا خليفة. ماما، تفضل خليفة. ها مثل هاتف. هاتف. هو مثل بيت. هو افتح يا هو بيت. فهود. 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 شوف عدل، شوف. فهودون. لا يا فهود. فهودون. فهودون. تسوي كذا ممكن. هي مثل لا لهي بون. لهيبون. 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 شكرا يا خليفة. حليبون. لهيبون. أحسنت يا خليفة. ها هاتفون. هو فهود. هي لهيب. الآن يا أبطالي سوف نقوم بفتح كتاب اللغة العربية، الكتاب الأحمر على الصفحة 33. هيا يا كنان، هيا يا لين، افتح الكتاب على الصفحة 33. افتح كتاب اللغة العربية على الصفحة 33. هيا يا أبطال، هيا يا جنى، هيا يا محمد إسلام، هيا يا كنان. سوف نقوم بكتابة هذه الجملة. نبدأ ب هربتي. ها را بتي. هربتي. الفأرة. هربت الفأرة من هربت الفأرة من الهر.
هربت الفأرة من الهر. هنا يوجد شدة. الجائع. هربت الفأرة من الهر الجائع. هيا يا أبطال اكتبوا هذه الجملة بخط جميل على السطر. هيا يا أبطال. كارلوس افتح الصوت من عندك. كارلوس هيا نقوم بعد كم قلب يوجد هنا. هيا يا كارلوس تفضل. واحد ارفع صوتك قليلا. هيا يا كارلوس. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر. إذن يا كارلوس ما اسم هذا العدد؟ ما اسم هذا العدد يا كارلوس؟ تسعة تسعة عشر. أحسنت يا كارلوس. شطور كارلوس. إذن هذا هو العدد تسعة عشر. سوف نكتب هنا تسعة عشر. تسعة وبجانبها واحد. تسعة عشر تسعة عشر. أيضا هنا تسعة عشر. هيا يا كارلوس. هيا يا أبطال. تسعة عشر. الآن ألون النجوم. أين هي النجوم؟ لين مجدي. هيا يا لين. تفضلي لين افتحي الصوت من عندك. لين أين هي النجمة يا لين؟ هل هذه نجمة؟ لا لا هذه لا. نعم ألون النجمة هنا. هذه نجمة؟ نعم نعم. هذه نجمة؟ لا لا. هذه نجمة؟ نعم نعم. شكرا يا لين. شكرا يا حلوة. الآن سوف نقوم بكتابة حرف الهاء مع الحركات ونقوم بكتابة الكلمات هنا. أولاً حرف الهاء مع فتحة. حرف الهاء مع ضمّة.